بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل محمد يحيى من أبها يقول يسأل عن رجل مصاب بضعف في بعض شرايين المخ، إذا سجد أحيانا أغمي عليه، فما حكم وضوءه وصلاته، وهل له أن يجمع الصلاتين؟ الجمع حسب الحاجة، إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة لا بأس أن يجمع الصلاتين بوضوء واحد للمرض، وهذا من إزالة الحرج عنه. والجمع الصلاتين في وقت إحداهما للمريض هذا عذر شرعي. نعم. كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين؟ إذا سلم من الأخيرة يأتي بالأذكار. نعم.